لي يا الزميل العزيز عبد العزيز البكر. الشكر موصول لضيوفي الكباتن الكرام، سيداتي انساتي، سادتي اصدقائي، اينما كنت في كل مكان، متتبعي قنواتي اساسي، مرحبا بحضراتكم. طبتم وطاب مساؤكم من هنا من الاول بارك، وسط هذا الحضور الجماهيري الجميل لفريق النصر في تيفو القنبلة، كما سيكون لأنصار الفريق النصراوي من هنا من الأول بارك حينما يستضيف في الجو. النصر بادي بقوة، النصر يلعب بقوة مع بداية المشوار، ولكن الكرة إلى خارج أرضية الميدان ذهبت وعدت إلى ركلة مرمى الكرة تعود الآن من جديد، لمسة بمحاولة أبهوية خطيرة، والكرة تعدي إلى نواف العقيدي، يخلص سكريت شوفياك، زكريا سامي، أروش ماتيتش، وكذلك لعب كرة جميلة، محاولة خطيرة، مارسيلو أوتافيو قدم الجول. الله 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 الله، النصر قصة من قصص الرعب الخالدة، من قصص الرعب الخالدة، الرعب الرعب الرعب، الأصفر يحضر في الأول بارك، قلت لك يا تاتاراتشانو يجب أن تحضر نفسك، ولكن أوتافيو وضع بكل هدوء، بكل روقان، بكل متعة، بكل جمال. شوف الكرة، يا سلام يا رونالدو، يا لروعتك يا كريستيانو، شوف الكرة بالكعب، شوف اللمسة إلى مارسيلو، الصناعة لبروزوفيتش، أوتافيو يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب، يا جمالك يا أوتافيو. شوف المحاولة الماضية، الكرة الأولى مع بداية الشوط الأول من البرتغالي الدولي، المرة مستمرة ترجع لها من جديد، لمسة هوية قوية، والكرة تصل هائلة ما شاء الله لسلطان الغنام، المحاولة المستمرة موجودة وتتخلص ولا تزال إلى خصم فريق النصر، وهنا تونسكا قوية، تذهب الكرة إلى راتشانو، الكرة ذهبت سهلة إلى تاتا راتشانو مع لقطة الماضية، يبحث عن التمرير، مشي كرته، المحاولة تذهب إلى خارج أرضية الأداء الكبير والنتائج التي تحفز جماهير على الحضور أكثر فأكثر، تعود لمسة وتمريرة، محاولة الهجوم، ولكن سلطان الغنام برافو، صبري إلى أوتافيو، أوتافيو عرضية، والكرة إلى خارج أرضية الملعب وإلى بروزوفيتش، يتقدم، يحاول مارسيلو بروزوفيتش، جميلة إلى أندرسون، والكرة تبعد الآن من جديد، ترجع المهمة، يظهر الأناكوندا النصراوية، وهنا ساديو ماني اللي حاول، هذا هو أندرسون تلسكا صاحب القدم القوية راجيس، لاعب مان يونايتد سابقا، الكرة تعدي إلى خارج أرضية الميدان وإلى ركلة، يعود إلى كريستيانو، كريستيانو يلعب كرة عرضية، والمحاولة إلى خارج أرضية الملعب من الدون، يكسب ركلة ركنية كريستيانو رونالدو في لقطة جميلة جاءت لويس كاسترو، الكرة موجودة ولكنها تتخلص، ترجع الآن إلى خارج، أوتافيو يفكر، يمشي كرة إلى ساديو ماني، عرضية براس كريستيانو، حلوة 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 الكرة الماضية من ساديو ماني، والكرة إلى خارج أرضية الميدان من أدون كريستيانو رونالدو. شوف المحاولة الماضية والرأسية التي لم تكن، كرواتي الكبير الذي كرة لساديو ماني، تاليسكا قوية إلى خارج أرضية الملعب، المحاولة الماضية للنصر، جميلة الكرة من أوتافيو، وكذلك شوف المحاولة، شوف اللمسة بين ساديو ماني وكذلك ديرسون تاليسكا، الكرة إلى خارج أرضية الميدان، من تاليسكا كاد أن يسجل، كاد أن يسجل أندرسون للنصر هدف ثاني، وانظروا إلى حسرة لويس كاس، إلى ساديو ماني، عرضية ديرسون تاليسكا، جول تاليسكا، جول 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 جول، أنا تاليسكا وإليكم، لسعد بكير يسدد الكرة بالجول، جول 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 جول، زعيم الجنوب.